20 الآيات من 14 إلى 36، وهذا الجزء مشهور بنا، نقول عليه الجزء الخاص بالويلات اللي وجهها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لفئة من فئات الكتبة والفريسيين. واللي يتابع ويركز يلاقيهم 8 ويلات، وزي ما كان في متى 23 8 ويلات، فهناك في متى 5 8 تطويبات. والويلات النهاردة اللي بيقولها وبيوجهها ربنا يسوع المسيح للكتب والفريسيين، زي ما قلت لحضراتكم، لفئة خاصة منهم اللي وصفوا بأنهم مراؤون. عشان كده ربنا يدينا نعمة واتعلم معاكم وأنا أولكم هذا الدرس اللي ربنا عايز يدهلنا، وهو الشفاء من مرض صعب جدا، مرض نفسي، مرض اجتماعي، وأحيانا كمان يكون مرض روحي، وهو الرياء. الرياء في العلاقات، الرياء في الأحاديث، الرياء في اللقاءات، وزي ما بقول لحضراتكم أحيانا كمان يكون فيه رياء في العبادة. الرياء ما هو إلا أنه كذب، أنا بأظهر عكس ما أبطن. والإنسان المرائي بيوصل أحيانا لمرحلة أنه بيبقى شاطر جدا لدرجة أنه زي ما بنقول كده يكذب ويصدق نفسه، يعمل حكاية ويبتدي هو يتعامل مع الحكاية رغم أنه هو ألفها، رغم أنها مش موجودة في الواقع، وإنما يتعامل معاها على أنها واقع موجود. كتير نشوف مواقف ونعيشها، أو نشوف حاجة في المجتمع أو في الكنيسة أو حتى في بيوتنا، ونبص نلاقي عينينا ترجمت لأفكار، والأفكار دي مش صحيحة بالمرة. زي مثلا في ناس كده عندها مرض إنها كل ما تبقى موجودة في مجتمع واتنين تلاتة بس خدوا جنبه وابتدوا يتكلموا مع بعض وأنا شايفهم، عدو الخير يقنعني بإيه؟ هم بيتكلموا عليا، هم بيجيبوا سيرتي، هم بيقطعوا في فروتي، هم عمالين يتكلموا عليا. مش شايف عينيهم بتعمل ايه؟ شايف بيبصوا ازاي؟ ما هم مش قادرين يشاوروا بايديهم، مع انه في الحقيقه كل ده مش حاصل. كذبه زرعها عدو الخير جوه مخي، والافكار دي ابتدت انا اتعامل معاها على انها حقيقه. المرائي اول من يخدع بيخدع نفسه، وبعدين يخدع اللي حواليه. اللي لازم اعرفه وانتوا كمان تعرفوه، المثل المصري الجميل اللي يقول لك ايه، الكذب ملوش ايه، رجلين. الرجلين دي اللي الواحد واقف عليها، الكذب ملوش رجلين. هيجي يوم من الايام وهتكشف. اليوم ده ممكن يجي على الارض، وإذا حصل وما جاش فأنا هتكشف في اليوم الأخير. ليه؟ ستفتح الأسفار وتكشف الأفكار، والكل هيسمع والكل هيشوف. عشان كده يا أحبائي في سفر الرؤيا الأصحاح 21 الآية 8 في تحذير واضح وصريح
على فئات معينة مش هتدخل السماء ولا الملكوت، من ضمنهم الكذبة اللي بيكذبوا. يقول كده: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. مالهم كل دول؟ دول فئات كتير قوي، وفي آخرهم وجميع الكذبة. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الإنسان المرائي ممكن علشان يكسب الموقف، مش ممكن، هو غالبا بيعمل كده، يكذب. وممكن علشان مصلحتي، أنا عارف إن أنا بتعامل ما في أي مكان في المجتمع، سواء كان في المجتمع الديني أو المجتمع الخارجي، أنا ليا مصلحة، أتملق وأكذب عليه وعامله بطريقة لغاية بس ما أخد مصلحتي. وأول ما أخد مصلحتي أوريه بقى الإيه؟ الوش التاني. أروح أقعد قعدة معينة وألاقي القعدة منصوبة كده على شخص ما، مع إن أنا الشخص ما ده ما عمليش حاجة، بس لقيت الجو العام بيكلموا على فلان وبيذموه، فأنا كمان أشترك في ده عشان أكسب الجولة، علشان أكون محبوب في القعدة، أدين وزم وأتملق وأكذب وألف قصص ما حصلتش معايا، أقول لهم بيعمل وبتعمل، مع إن أنا ما شفتش حاجة. مرض صعب جدا. وأخيرا الرياء كمان ممكن يخليني أصلح أخطائي على الآخرين، أنا ما بعملش حاجة. يعني زي النهارده دلوقتي واحنا قاعدين، ممكن حد فينا هو قاعد يقول انا بقى يا سلام يا ابونا حلو قوي الكلام ده، بس الكلام ده مش على ده، على اللي جنبي، ده مش على اللي جنبي، ده على اللي قاعد ورا، ده على واحد مش شمس اللي قاعدين، ده عليك انت يا ابونا. كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. خد الكلام على انه ليك. إذا كان جواك هذا المرض، حاول تتخلص منه، ومش هتعرف تتخلص منه إلا لما ترجع لربنا، إلا لما تتضع، إلا لما تقدم توبة واعتراف حقيقيين، إلا لما تروح وتترمي في حضن ربنا وتقول له أنا مش قادر يا رب، كل ما أقعد أجيب في سيرة الناس بتظاهر يا رب ان انا حلو وجميل ومتضع، وجوه الكنيسه الناس قربت تشوفني بنزل زيت ومركب اجنحه وهطير في السماء. انت يا رب اللي تقدر تغيرني، انت يا رب اللي تقدر تنقيني، انت يا رب اللي تقدر تخليني اشفى من مرض الرياء. كمان كنت قلت لحضراتكم ممكن الرياء وإننا أظهر عكس ما أبطن يكون كمان في العبادة، في العبادة. عشان كده إن القديس مرقس يقول في الأصحاح السابع: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني كل البعد. كل واحد يفحص نفسه، وأولكم أنا، يا ترى وانا موجود في الكنيسة على الأقل وقت الكنيسة عشان تبقى دي بداية، وأعمل كده لما أخرج من الكنيسة، مركز بس في علاقتي بربنا. كل واحد يسأل النهاردة نفسه: أنا جاي الكنيسة النهاردة ليه؟ إيه الهدف الأساسي من وجودي النهاردة؟ ولا هقابل حد واخرج معاه؟ ولا هقوم بخدمة؟ على فكرة كل اللي قلته ده مش غلط، مش عيب،
ده احنا بنقول للناس الكنيسة عايزة خدمات كتير، تعالوا ساعدونا. فمش عيب ان احنا نيجي نخدم، مش عيب ان انا بعد القداس اقابل اصحابي ونخرج مع بعض، ايه الغلط في كده؟ لكن الهدف الاساسي من مجيي، انا جاي علشان اقابل ربنا، انا جاي النهاردة في نهاية الاسبوع عشان اتكلم معاه. تعالى يا رب، ده انا عايز احكي لك، ده حصل كذا يوم الاثنين ويوم الثلاث، وكان في موقف حصل يوم الاربع، وتصرفت التصرف الفلاني، وكذبت الكذبة الفلانية، وبصيت النظرة العلانية، وافكار دخلت في دماغي يمين وشمال مش مظبوطة. انا جاي لك يا رب النهاردة عشان افضي بقى كل ده، لان الحمل تقيل مش عارف اشيله لوحدي. كل واحد فينا يبقى جاي الكنيسة ومصر، انا مش همشي الا وانت معايا يا رب، لن اتركك ان لم تباركني. هو ده الهدف من مجينا الكنيسة، مش كده؟ لان اللقاءات الاجتماعية والفسح والحاجات دي ممكن تحصل بره الكنيسة، ممكن نتقابل كمان في مكان ملوش دعوة بالكنيسة، يكون هو ده مكان الالتقاء، وبعدها ننطلق الى مكاننا اللي احنا عايزين نروحه. لكن احنا بنلتقي في الكنيسة، ده حاجة حلوة قوي، ولكن لا نفقد الهدف الاساسي من هو انا جاي الكنيسة ليه. ولا يكون الايمان ايمان ظاهري، ولا العبادة عبادة ظاهرية شكلية. فاكرين المثل الفريسي والعشار؟ الاثنين دخلوا، الفريسي بقى داخل ايه؟ معتمد على بره الذاتي، بيقول ايه؟ اشكرك يا رب، انا بأعشر اموالي وبصوم لك يومين في الاسبوع، اشكرك يا رب انا باجي الكنيسة، باجي كل السبت وكل الحدود، بخدم شماس ومدارس احد، وبعمل وبسوي. طب بس ليك علاقة بربنا؟ حلو، حلو قوي الخدمات دي كلها جميلة. ليك علاقة شخصية بربنا؟ بتقف كل يوم تتكلم وياه؟ بتفتح الكتاب المقدس تاكله كده علشان تشبع وتتلذذ بكلام ربنا؟ ده كانت دخلة الفريسي. العشار بقى داخل يعني ومكسوف من نفسه، وبيقول اللهم ارحمني انا الخاطئ. والكتاب المقدس يقول ان العشار خرج مبررا دون هذا الفريسي. عشان كده على عجالة نقول ايه هي سمات التدين الشكلي. اي تدين شكلي اكيد هيكون بيميزه الكذب. عدو الخير في بداية الخليقة راح لآدم وحواء قال لهم ايه؟ قال لهم احقا قال لكم الله لا تأكلوا من شجر، من كل شجر الجنة؟ التشكيك. هم صحيح علموكوا تصلوا؟ هو انتوا ليه النهاردة مش بتاكلوا كذا وكذا؟ اصل احنا ليه كده؟ هم بيقولوا لكم صوموا؟ وهم حد بتروحوا الكنيسة؟ ايه ده؟ ويبتدي حرب تشكيك. احقا؟ هل حقيقي الكلام ده؟ هل انت متأكد ان هو ده الكلام المظبوط؟ انا اثق، انا اثق في كل وصايا ربنا، واثق في كتاب المقدس، واثق ان حياتي لها في ايد الله ضابط الكل. التدين الشكلي يدور على مصلحته. وفي قصة جميلة لواحد ملك اسمه اخاب، وكانت عنده زوجة اسمها ايزابل، وكان عندهم املاك كتير قوي قوي، لكن طلعت ايزابل في الزرعة القليلة والحقل الصغير بتاع نبوت اليزرعيلي، وابتدت تتعمل تمثيلية ومحاكمة وشهادة زور على ان نبوت اليزرعيلي ده جدف، موت نبوت اليزرعيلي، ولما يموت ناخد الحقل بتاعه. ادور على مصلحتي في صيام في الكنيسة. ابونا اصل عندي هشاشة عظام والكالسيوم والمرض والسكر والضغط، نفتكر الامراض كلها اول ما الصوم يجي. اديني حل يا ابونا، خايف على نفسي.
طيب تعالوا نبتدي نصلي القداس بدري. لك يعني ابتدي الساعة 11 بقى، ما احنا عايزين ننام شوية. بدور على مصلحتي. يطول شوية القداس كل حاجة، وكل حاجة ماشية بسرعة بسرعة بسرعة. يقول لك القداس طول، رجلنا وجعتنا. ما تأثروا شوية، ما تقللوا الصلاة حبة. عمال أدور على مصلحتي. أخيرا أهتم بكرامتي الشخصية، واهتم بالمتكئات الأولى، واهتم بأن أنا لما أدخل المجتمع الناس كلها تقف بقى وتعظم لي وتجري علي، مع أن في الحقيقة أنا من بره كده لكن من جوه حاجة تاني. أختم بقصة شجرة التين اللي لعنها السيد المسيح يوم 2 البسخة. الشجرة الخارج مورقة، الله الأوراق بتاعتها طالعة وجميلة وحلوة قوي قوي قوي، لكن لما السيد المسيح قرب عشان يلاقي فيها ثمر ما لقاش حاجة ولعنها. عشان كده يا أحبائي النهارده على لسان معلمنا القديس متى بيقول لنا وبيقول لي معاكم وأولكم: احذروا من الرياء. ربنا قادر انه يستخدم هذه الكلمات لمجد اسمه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، أمين.